بعد القصف والضرب وهالضرب والشيء، لو بدهم يغيروه كانوا غيروه من وقت ما سيضرب المدنيين والعزال، سيضربهم بالبراميل وبالكيماء وما خلى مواد الا ما ضربوا فيه، لو بدهم يغيروه كانوا غيروه من وقتها، مو بعد 10 سنين بدهم يغيروه. بالنسبه لهي اشاعه روسيا هي بس اعلاميا يعني كرمال انه تفرجي البشريه هون والناس هون انه نحن والله ما لنا مع النظام، تمام؟ هني من فوق سطحيا يا سطح فوق الطاوله عم يحكوا انه بدهم يغيروا النظام، ما يغيروه وعم يتهموه بالفساد، ما فساد. لا، شو بدها روسيا والدول برا؟ بيشتغل النظام السوري وكل دول العربيه يعني. هلا بعتقد انه راح تحاول يعني ذنب الكلب مثل ما بيقولوا النظام تشيله يعني باي طريقه. ليش؟ لاني مثل ما بيقولوا طلعت ريحته وحاشته، ما بقى يعني ما راح يتركوه موجود. ليش؟ لاني الناس صارت دول كلياتها ضده وصار فيك يعني جرائم حرب كثيره، فما بعتقد روسيا يعني مستعده لحتى تضل تدافع عنه هي وغيرها، فبعتقد انه لازم يشيلوا حاجته. طبعا روسيا هي صاحبة المصلحه الاكبر باستبدال الاسد اللي مستقبلا غير قادر على انه يدافع عن مصالحه بسوريا. حتى المكتسبات اللي اعطاها اياها نظام الاسد لا يمكن انه تضمنها او تضمن جزء منها روسيا اذا ما ضمنت اللي بده يجي بعد الاسد، اذا ما ضمنت اللي بده يجي بعد الاسد. وهي شايفه بانه النظام العالمي كله بس اخذ احتياجاته وقربت من سوريا وليس من نظام الاسد ضمن مصالحه، وراح يزيل الاسد ويبني مصالح جديده مع المؤسسات السياسيه والاقتصاديه اللي راح تكون بعد الاسد.